السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم كده جزء بسيط محاضرة بسيطة عن البريمبلانتايتس. طبعا كلنا عارفين إمبلانت وإنه من أهم الوسائل العلاجية الموجودة حاليا. يعتبر الحل المثالي والنموذجي لأي دنشرة سريعة، كانت بارشيل دنشولاس ولا كومبليت دنشولاس يعتبر الحل المثالي. طبعا في يعني في أشياء تخليك تخش الإمبلانت. أول شيء حكاية إنه ممكن تكون الحالة الصحية المريض مصدر مناسبة، وكمان حكاية المكان ممكن يخش معك عرض كافي أو مناسب لأنك تعمل إمبلانت، وطبعا التكلفة المادية اللي أحيانا تكون فوق قدرة المريض. طيب إذا انتزنا هذه الأشياء كلها واعتبرنا أن المريض مناسب وقدر عمل الزرعة، هل كذا انتهى الموضوع وخلاص وما في أي مشكلة؟ لا، عاد في مشكلة ثانية كبيرة نحن اللي نسميها مشكلة حصول الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز طبعا كثيرة وفي أكثر من تقسيم لها. ممكن تقسيم الأول نتكلم على إنه في معنا حاجة نسميها الـ early onset complications وفي الـ late onset complications. الـ early onset اللي هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في فترة ما بعد وضع الزرعة مباشرة، و أو في الفترة اللي وراها يعني قبل ما نحط البروستيك. هذه ممكن تكون ما بين الانفكشن، البليدنج، الاكموسيز، الهيماتوما، الامفيسيما، هذه الأشياء كلها اللي ممكن تحصل في الفترة الأولى بعد الزرعة. والليت أونسيت الحاجات الأشياء اللي ممكن تحصل بعد، يعني بعد ما نحط التركيبة والأشياء هذه، وهذه زي السينتسايتس، ماندبلر فراكشر، ممكن الإمبلانت لوس، حصول بون لوس حول الزرعة. في تقسيم ثاني طبعا الكومبليكيشنز اللي هي ممكن نقسمها على اساس السيرجيكال كومبليكيشنز وتكلمنا عليها قبل شويه، انه ممكن يحصل تروما للاجهزه الديث، ممكن يحصل فلاكشر للبون، ممكن يحصل ابريتريشن للمغزى الساينس، ليدنج هيماتوما، هذه الاشياء كلها. وفي معانا البيولوجيك كومبليكيشنز واللي هي طبعا تتراوح من حكايه انه يحصل انفكشن، يحصل بريمبلانتايتس وهذه الاشياء. وفي معانا التكنيكال كومبليكيشنز، الاشياء اللي تحصل في التركيب بعدين او في حتى الزرعه نفسها، زي انه يحصل امبلانت فراكشر او يحصل سكرو لوزنينج، انه يحصل سكرو او حتى انه يحصل فراكشر للبروستيك نفسها ريستوريشن يعني. وفي بعض طبعا معانا الاستيك كومبليكيشنز والفرونتيك كومبليكيشنز، لما تكونش الشكل او الصوت او الكلام مرضي من المريض او الطبيب. طيب احنا هنا بنتكلم فقط على حاجه بس سريعه اللي هي البري امبلانتايتس اللي هي من الحاجات المهمه. وخلينا نشوف الكلمه الان، احنا لما نقول كلمه بري امبلانتايتس فهي معناته كلمه بري معروف انها ما حول امبلانت اللي هي الزرعه، وامبلانتايتس التهاب يعني التهاب ما حول الزرعه. طيب اذا هذه شبيهه بشكل كبير بحكايه اللي هي البريودونتايتس. احنا لما نقول بريمبرانتايتس كان احنا نقول بريودونتايتس نفس الكلام، زي ما هذاك التهاب ما حول السن وذوبان او تاكل او حصول مرض للانسجه المحيطه بالسن، فهذا برضه هنا حصول مشاكل الانسجه اللي هي تحيط بالزرعه. طيب قبل ما نتكلم هنا لازم نفهم كمان حكايه نفرق بينه وبين مصطلح ثاني. في مصطلح ثاني يسموه بري امبلانت ليوكوسايتس اللي هو التهاب الغشاء المخاطئ المحيط بالزرعه. باختصار بسرعه، البري امبلانتايتس يشابه عند البريودونتايتس بنفس الكلام، حصول ذوبان للعظم، حصول التهاب حول السن، وحصول تاكل، وحصول بعض الموبيليتي، ممكن فقط الامبلانت. بينما البري امبلانت ليوكوسايتس نفس الجينجفايتس، هو حصول فقط التهابات في الانسجه اللي هي السوفت تشيو المحيطه بالامبلانت. اذا البري امبلانتايتس هي نفس الجينجفايتس والبريودونتايتس نفس البري امبلانتايتس. اذا هذا نفس الكلام اللي قلنا عليه. طيب كيف نتصرف؟ ايش الاسباب ممكن تؤدي البري امبلانتايتس؟ مبدئيا ممكن البري امبلانتايتس يعني اذا بالبدايه اخترنا مريض عنده مشاكل صحيه زي الديابيتس، مريض السموكر، مريض عنده البرور هيجين، او بعدين مثلا كان في مشكله في انا حطيت الانفلوجن صح، حصل انفلوجن ستريس عالي. الشيء الثاني كمان انه كانت التركيبه مش كويس، كان في اوفر مارجن، السمنت كان في اكسس، هذه كلها تؤدي الى انه يحصل بري امبلانتايتس مع الوقت. طيب اذا كيف ممكن اعالجه؟ نفس الطريقه اللي ممكن اعالج فيها البريودونتايتس هي نفس الاجراءات اللي استخدمها لعلاج البري امبلانتايتس، نفس الطريقه. يعني احنا في البدايه هناك في البريودونتايتس نعمل سكيلينج روت بلينينج عشان نخلي الروت نظيف، نعالج البوكيت اللي موجود، نعمل كيروتاج للجنجيف الانفلامد،
فهنا نفس الكلام، احنا نعمل برضه ديتوكسيفيكيشن للامبلانت سيرفيس زي نفس حركات ان احنا نعمل سكيلينج وكلينينج، بس هنا ما ينفعش ان احنا نستخدم الميتال انسترومنتس اللي هي موجوده اللي نستخدمها في السن العاديه، لانه بيتاثر سطح التيتانيوم سيرفيس حق الامبلانت. هنا في انواع خاصه اللي هي تيتانيوم انسترومنتس او حتى في بلاستيك انسترومنتس خاصه لعمل سكيلينج وامبلانت ديتوكسيفيكيشن للامبلانت. ممكن استخدم كمان كيموثيرابي مثلا عن طريق التوبيكال تبث في المكان، وممكن استخدم الليزر، ممكن كمان الفوتو ديناميك ثيرابي، وهذه برضه عباره عن معالجه بالاشعاع بصبغه معينه، وضع صبغه معينه ثم يعتمد اشعه معينه عليها فتعمل قتل البكتيريا. وبعدين بعد الكلام هذا احنا ممكن برضه نمر بنفس الخطوات اللي مشينا فيها بالبلوتايتس، نعمل برضه بونكرافت ومبرين ونغطي البون، ونعمل بعدين انتيبيوتيك ومتابعه الحاله. طبعا في حالات لا زال ينفع معاها انك تعمل معالجه، وفي حالات للاسف توصل انها تكون هوبليس لو السن بدا يتحرك فعليا. ان شاء الله تكون بس نبذه سريعه، بس ان شاء الله وصلت المعلومه وحاجه على السريع كذا وفي امان الله.